السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، حياكم الله أينما كنتم وطبتم وطاب ممشاكم. لازلت معكم في الصفحة رقم 18 ووصلت معكم إلى السؤال 195، كم مرة وردت بينهم يوم القيامة في القرآن الكريم وكيف رح نضبطها؟ وردت بينهم يوم القيامة في البقرة، يونس، النحل، الحج، السجدة، الجاثية. احنا قلت لكم أنه مرات تعداد فقط ومرات لا، راح نفهم ونضبط مواضعها على قاعدة الضبط بالشعر. شوفوا أحبتي، بقرة ونحل للحجاج إذا سجدوا، الحجاج الحج، سجدوا السجدة، بقرة ونحل للحجاج إذا سجدوا، ويونس بينهم يوم القيامة وجثوا، جثوا الجاثية. يعني كم موضع عندنا؟ 6. وهذا أحبتي في الله أنه أنا أدخله في الكتاب حتى إحنا نعرف المواضع، وأنت ما ملزم، خذوا اللي يفيدكم واتركوا ما يربككم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، طبعا هذه الآية لازلنا في الآية يعني الأولى من الصفحة 18 إلى أن قال فالله يحكم بينهم يوم القيامة. لاحظتم؟ بينهم يوم القيامة. ولقد بوأنا هذه في البقرة في يونس 93، ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. في النحل 124، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذه ممكن أنه تجعلها كعلامة في آخر صفحة الآيات الأخيرة من سورة النحل. في الحج، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. هذه من الآيات المشهورة ومرت علينا في الدروس السابقة اللي ضبطناها مع الذين هادوا، النصارى، الصابئون وهكذا. في السجدة، إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أيضا هذه في الصفحة الأخيرة من سورة السجدة. وفي الجاثية، وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وردت كلمة يحكم قبل بينهم يوم القيامة في البقرة والنحل، موضعي البقرة، فالله يحكم، وهنا في النحل وإن ربك لا يحكم. فانتبهوا أحبتي في الله، ولكن في النحل بزيادة اللام لا يحكم، ونضبطه على قاعدة الزيادة للموضع المتأخر. وعلامتها أن البقرة والنحل أسماء لحيوانات، فاجعله علامة لك ما تنساها بعد، في البقرة والنحل، تمام؟ الحكم. طيب، وردت إن ربك يقضي مرتين قبل بينهم يوم القيامة في سورتي يونس والجاثية. يونس والجاثية فيهما حرف الياء، اشترك حرف الياء في اسم السورتين، فاجعله علامة لك. جاء قبلها في الموضعين فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، لكن في سورة الجاثية بزيادة بغيا بينهم، بزيادة بغيا بينهم، والجاثية متأخرة، فإذا زيادة للموضع المتأخر. ومن الجدير بالذكر أن الآية إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم جاءت في 3 مواضع في القرآن الكريم، آل عمران والشورى والجاثية، والموضع الرابع في يونس اختلف لأنه لم يرد فيها بغيا بينهم، وراح يكون لنا وقفة معها إن شاء الله تعالى هذه، لكنه بس هنا للتذكير. وجاء فيها كلمة حتى وليس إلا من بعد. لاحظتم موضع يونس؟ خلونا نشوف مرة أخرى موضع يونس أحبتي في الله، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. هناك الطبيعي اللي إيش يجي؟ إلا من بعد ما جاءهم، وتجي معها بغيا بينهم، إذن حتى جاءهم العلم. انتبهوا أحبتي في الله. الآن وردت كلمة يفصل قبل بينهم يوم القيامة في الحج والسجدة، واشترك حرف الجيم في اسم السورتين، فاجعلوا علامة لك، مع ملاحظة أن السجدة جاء قبلها هو ولم ترد في الحج، ونضبطه على قاعدة الزيادة للموضع المتأخر. شوفوا أحبتي في الله، الحاج ماذا قال؟ إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، وفي السجدة إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة. لاحظتم أحبتي في الله؟ وجيم جيم،
ولما قلنا إن ربك يقضي يونس جاثية يا يعني أسماء السور حتى ما تلتبس عليكم، والبقرة والنحل قلنا أسماء لحيوانات جاءت يحكم، طبعا بالنحل ليحكم، فأنت لا يحكم عفوا لا يحكم، هاي مرتي غلطت بي سبحان الله. طيب سؤال جديد، كيف نضبط مواضع فيما كانوا فيه يختلفون؟ هذه من المواضع التي تستشكل على الكثير. فيما فيه يختلفون، أكثر الذي هم فيه يختلفون فيما هم فيه يختلفون. أولا نحن راح نضبط مواضع فيما كانوا فيه يختلفون، والتي هي 5 مرات في القرآن الكريم، وهذا هو الأصل أنه ترد فيما كانوا فيه يختلفون. احنا راح أنا أجيب لكم إياها، لازم تشوفوها أنتم، ولكنه كيف راح نضبط؟ شوفوا معي. طبعا البقرة ويونس النحل والسجدة والجاثية، وحتى أنه ما يعني لا تحفظ أسماء هذه السور، أو لا تحفظ، أنه أنت تخلي في بالك أنه في القرآن فيما كانوا فيه يختلفون هكذا. انتهت الآية الأولى اللي هي في صفحة 18-113، فيما كانوا فيه يختلفون، التي هي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، فيما كانوا يختلفون، اختلفوا فيما بينهم. في يونس، ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سبحان الله العظيم، لو تلاحظون اليهود والنصارى، وهنا جاءت بني إسرائيل، وهنا إنما جعل السبت على من؟ على بني إسرائيل، فيما كانوا فيه يختلفون، وعدنا في السجدة إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، وعندي في سورة الزمر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. انتبهوا إلى موضع الزمر أحبتي في الله، أنه فيما، لاحظوا كيف هذه أمامكم على الشاشة مفصولة وهي وحيدة، وباقي المواضع فيما كانوا، هنا متصلة فيما كانوا. سادس وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الجاثية. طيب أنا ما لي علاقة في هذا كله، كثيرة هذه، تمام خلاص أنت خليك على الأصل فيما كانوا فيه يختلفون. المهم أن تعلموا أن هذا الأصل في القرآن الكريم، وسأذكر المواضع الفردية التي اختلفت عن الأصل فاحفظوا مواضعها، وفي غيرها تقول فيما كانوا فيه يختلفون. أما فيما فيه يختلفون هكذا، فيما فيه يختلفون يعني خلينا نقول أقصر صيغة، وردت فقط في الموضع الأول من سورة يونس الآية 19، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. طبعا القاعدة والعناية بالآية الوحيدة لا يوجد غيرها في القرآن، فيما فيه يختلفون. وورد في صدر الآية كلمة كان فلم يرد معها كانوا، ممكن تخليها أيضا علامة عندك، هذه ما وردت معها لأن وردت في بداية الآية. هذا اللي هو يونس آية رقم 19 فيما فيه يختلفون. طيب أكثر الذي هم فيه يختلفون، شوية هذه الصيغة أطول، وردت وحيدة في سورة النمل الآية 76، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، أيضا رجعنا أنه بني إسرائيل. سبحان الله العظيم، أكثر الآيات اللي مرت باللي فيها يختلفون على بني إسرائيل، أكثر الذي هم فيه يختلفون، وهذه أيضا قاعدتها العناية بالآية الوحيدة، إن هذا القرآن يقص، خليها ببالك، هذه دلالتها بأنه على بني إسرائيل، أكثر الذي هم فيه يختلفون. ثالثا فيما هم فيه يختلفون، هذه وردت وحيدة في الموضع الأول من سورة الزمر الآية رقم 3، يعني في بداية السورة أنت لما تقرأها، ماذا اختلفت عن يونس؟ أنه هنا ما، شوفوا فيما، ولاحظوا إيه، لاحظوا هنا فيما فيه، زيدت هنا هم، وهنا جاءت مفصولة، لاحظوا. وإذا رجعنا إلى سورة الزمر الموضع اللي أنا قلت لكم عليه اللي هو الثاني 46، أيضا جاءت مفصولة، إذا موضعي الزمر جاءت مفصولة في ما، والباقي فيما متصلة. الآية رقم 3 قلنا ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم
فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ولاحظوا أن فيما أتت هنا مفصولة أيضا موضع الزمر كلاهما مفصولة. واختلف عن موضع يونس أنه هم لم ترد فيها فيما فيه يختلفون. وعلشان أنه ما أتخربط آني فيها أنه الزمر موضع متأخر، إذن زيادتهم جاءت في الزمر الموضع المتأخر. إذن عندي هذه ثلاث صيغ، أحفظ مكانها في يونس، في النمل، في أول الزمر، وفي غيرها أقول فيما كانوا فيه يختلفون، وأنا ما تلتبس علي إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.